السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. صني كلاسيك وصني المكسيكية، السيارتين معروفة ما يحتاج أننا نراجعها، لكن راح أعمل مقارنة بين السيارتين، يعني في حال الواحد محتار بينها يعرف إيش يختار. وهذا معرض أوتوان، تشكيلة السيارات اللي موجودة، الكوري والصيني والياباني والأمريكي. السيارة اللي تحب وتعرف سعرها أو أعمل لها مراجعة أو نعمل مقارنة اكتبوا لي في التعليقات. طيب نبدأ بالمحرك. المحرك في الكلاسيك 1500 بقوة 99 حصان تقريبا، ناقل الحركة أوتوماتيك، 4 سرعات، واستهلاك البنزين جاي بتصنيف ممتاز 16.8 كيلو لكل لتر. وبالنسبة للصني المكسيكية، المحرك 1600 الجير سي في تي، 118 حصان، استهلاك البنزين 19.1 كيلو لكل لتر، طبعا الاثنين بنزين 91. طيب نجي لواجهة السيارة، صني كلاسيك. كلاسيك على اسمها، نفس التصميم اللي نعرفه من سنوات، ما في أي تغيير، حتى علامة نيسان هنا أو الشعار نيسان الشعار القديم، بينما الصني المكسيكية نفس واجهة الألتيما، واجهة حديثة، سيارة حقيقة أجمل. الأنوار في الفئتين جاية هالوجين، طبعا هنا فئة الكمفورت وهنا فئة اللي هي الاس. وهذا التصميم الجانبي لسيارة الصني كلاسيك، الجنوط مقاس 15 ألمنيوم، الإطارات بريجستون، ما في إشارات في المرايات، المقابض الأبواب كروم، الدخول طبعا عن طريق الريموت، وهذا مفتاح السيارة، فتح إغلاق وإنذار وفتح الشنطة. وهذا التصميم الجانبي للصني المكسيكية، الجنوط برضو مقاس 15 ألمنيوم، الدخول للسيارة عن طريق الريموت، هذا الريموت ومفتاح السيارة للتشغيل، السيارتين تشغيل عن طريق المفتاح. وهذه خلفية صني كلاسيك، عندنا 3 حساسات خلفية بدون كاميرا رؤية خلفية، وهذه خلفية الصني المكسيكية، 4 حساسات خلفية وبرضو بدون كاميرا خلفية. نجي للصني كلاسيك، ما شاء الله تبارك الله، شوف فتحتين تكييف ومن القدحة حاط لك تحكم في المراوح، معروف مكيف الصني، تكاية خلفية وايزوفكس تثبيت مقاعد الأطفال، السعة الخلفية ما شاء الله أنا أشوفها ممتازة. وهذه داخلية الصني كلاسيك من جهة السائق، القزاز كهرباء، السائق أوتو سنتر لوك، وعندنا في اليسار مانع الانزلاق والتحكم في المرايات الجانبية وصفط المرايات، التحكم في المقاعد الأمامية يدوي. وهذه نظرة على الطبلون من المقعد الخلفي، نلاحظ السيارة جاية بدون شاشة، لكن عندنا منفذ سي دي وراديو وبلوتوث للرد على المكالمات، التحكم في الميديا من الطارة، تشغيل عن طريق المفتاح، الجير أوتوماتيك 4 سرعات، والبريك يدوي. عندنا هنا منفذ USB للشحن ومنفذ AUX. وهذه الصني المكسيكية من الداخل، المراتب قماش، ما في تكاية خلفية وبدون فتحة تكييف خلفية، طبعا احنا نتكلم على فئة الاس اللي هي الستاندر. وهذه السيارة من الداخل برضو، التحكم في المقاعد الأمامية يدوي، عندنا القزاز كهرباء، السائق أوتو سنتر لوك، تحكم في المرايات الجانبية، وعندنا هنا مانع الانزلاق. وهذه نظرة على طبلون الصني المكسيكية من المقعد الخلفي، نلاحظ برضو جاية بدون شاشة، لكن عندنا راديو والتحكم في التكييف برضو يدوي، عندي في الأسفل مساحة تخزين، منفذ ولاعة، وعندي الـ AUX ومنفذ USB للشحن، الجير طبعا أوتوماتيك سيفيتي، بريك يدوي مع حوامل أكواب، دركسون ما هو ملبس جلد، عندنا في اليمين مثبت السرعة، وفي اليسار الرد وإغلاق المكالمات والأوامر الصوتية، وتشغيل السيارة مفتاح. طيب بالنسبة للأسعار، عندنا الصني المكسيكية ب 62.800 والصني الكلاسيك ب 55.300، طبعا الأسعار في معرض أوتوان